يعني قد ما حكينا عن هذا الموضوع أظن بنقدر نحكي فيه حلقات وحلقات مستمرة. إدمان الألعاب الإلكترونية بين تأثيرها على الأطفال والمراهقين وحتى الشباب، أيضا دعت الجهات المختصة أنه توقف بعض الألعاب داخل المملكة. رح ننتقل إحنا وإنتوا نشوف التقرير الزميلة ماجدة المعايطة عن أثر الألعاب الإلكترونية وإدمان الأطفال المراهقين. يتزايد إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية مع تطور التكنولوجيا وتنوع التقنيات الحديثة لتصبح ظاهرة مؤرقة لا تخلو من مخاطر تهدد الشباب. تقريبا 14-16 ساعة فضلنا نلعب 16 ساعة عادي ما في مشكلة. الألعاب الإلكترونية صارت جزء من الشباب، يعني كل الشباب صاروا يلعبوا ألعاب إلكترونية عشان صارت حياتهم صراحة. هي بديل عن الرياضة أو أي 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 نشاط بدني تاني؟ هو أكيد ما في إشي بديل عن الرياضة، بس الواحد الشاب بيمضي وقته بالألعاب الإلكترونية، يعني أحسن من الإشي غيره. كم ساعة بتلعب بالنهار؟ يعني 5-6 ساعات. سلسلة طويلة من الألعاب الإلكترونية تجذب الشباب مع كل إطلاق للعبة جديدة، ويعتبرها الشباب متعة تملأ أوقات الفراغ. بالنهار كنت ألعب على البلاي ستيشن، بس البلاي ستيشن تعطلت وديتها عند المحل عبين ما يصلحها، فجيت على الكاونتر. أصلا من زمان باجي. كم ساعة تلعب النهار؟ أنا يوم الخميس باجي بلعب، يعني بطول يعني من النهار لليل. الأيام العادية مرات ما باجي عشان مدرسة، إذا زهقت مثلا باجي مع أولاد عمي زي هيك. ساعتين ونص ساعة. هي أهميتها يعني كبيرة بالنسبة للشباب، يعني مصدر تسلية كبير. طبعا هي أغلبية الشباب فضلوها عن الرياضة عن أكثر من شيء، يعني الوقت اللي بدي عليها من 6-7 ساعات في النهار طبعا، ويعني أهميتها شيء كبير بالنسبة لي أو لأي شاب يعني مهتم بهذه الأشياء. تسيطر هذه الألعاب على عقول الشباب والأطفال ويزداد الشغف بها مع مرور الوقت. أنا متأكدة أنه كثير منكم انتبه أصلا على عيون الشباب من تحت، قديش متأثرة من الألعاب الإلكترونية. بتنضم لنا نور الجندي، أخصائية تربوية، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك نور. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ منيحة الحمد لله، كيفك أنت؟ الحمد لله رب العالمين. نور، يعني الألعاب الإلكترونية قد ما نحكي بهذا الموضوع عم نشوف قديش ما زال تأثير السلبي واضح، قديش في أثار مختلفة على الشباب والمراهقين، والآن للأسف عم نتعدى أعمار الألعاب للأطفال والمراهقين ودخلنا بشباب أدنى بآخر العشرين بالثلاثين، في ناس ما عم بيداوموا من وراء الألعاب الإلكترونية. خلينا نبلش نحكي عن مجالات الألعاب الإلكترونية وإيش هي. تمام، في البداية بصبح عليكم، بصبح على كل اللي بيشوفونا، ونهار سعيد للجميع إن شاء الله رح يكون. هلأ الموضوع الآثار الألعاب الإلكترونية على الأطفال هو من أهم المواضيع المعاصرة فينا نحكي، اللي ممكن إحنا نحكي عنها، لأنها شيء أول شيء منتشر، ثاني شيء هو يؤرق الكثير من الأهالي فينا نحكي، ويؤرق أيضا، حتى صار يؤرق للأسف الأزواج والزوجات. صح. نتيجة الإدمان اللي صار يحدث عند بعض الأشخاص حتى المتزوجين والآباء والأمهات حتى. صح. في البداية زمان كانت الألعاب إلها فائدة عظيمة وما تزال. طبعا إحنا لما نحكي عن الألعاب التقليدية أو الألعاب العادية اللي إحنا زمان كنا نلعبها، والأطفال بعض الأطفال ما زالوا أحيانا بيلعبوها بحسب طبعا الثقافة والبيئة الموجودين فيها. اللعب بشكل عام في البداية هو من أساسيات الحياة. إحنا بنعرف إنه اللعب، من خلال اللعب الطفل يتعلم العديد من الأشياء. أول شيء الطفل يصبح ذو قدرة اجتماعية أعلى. ليش؟ لأنه يفترض إنه في اللعب يختلط مع الأطفال التانيين، حتى الكبار الشباب والمراهقين. أحيانا في بعض الألعاب زي ما ذكروا في التقرير، الرياضة وألعاب كرة القدم، كانت زمان دائما فيها اختلاط مع باقي الناس، فيها تواصل
تواصل اجتماعي، مهارات تواصل أخذ وعطى زي ما بيحكوها. بالإضافة أنه كان زمان الطفل لما يبلش ينمو كان لما يبلش في اللعب إشي كتير عظيم لإله، لأنه كان بيعلمه كتير شغلات، كان بيعبر عن مكنونات، فينا نحكي بشكل علمي أكثر، العاطفية، الانفعالية، حتى السلوكية. صح. ولكن في بداية تقريبا الثمانينات بلشت تطلع عنا الحواسيب، بلش يطلع عنا الإلكترونيات، ومع ازدياد التطور التكنولوجي صار في عنا إشي اسمه ألعاب إلكترونية، وصارت تتطور على مدار الأيام ومدار السنوات. وهذا الشيء اللي لحد الآن إحنا عم نعاني منه من زمان لحد هلأ، ولكن مشكلات صارت أكثر. ليش؟ نتيجة التعلق، لأنه أصبح الأطفال يعني لما يبلشوا اصلا يعني يوعوا على الدنيا، يوعوا على الالعاب دغري يعني حتى التليفونات الموبايلز، يعني الالعاب اللي على الموبايلات نفسها، صرت تلاقي ولد عمره 3 ولا 4 سنين بيعرف يدخل على الابس وبيعرف يفتحهم وبيعرف يلعب على الجيمز وينزل العاب كمان. وينزل العاب. هلا انت عم تحكي عن 3 سنين، احنا عم نشوف اطفال بعمر السنه وسنه ونص قاعدين ماسكين الموبايل على العرباي بمحلات التسوق وغيرها. هلا في شغله كثير مهمة لازم نحكيها، مجالات الألعاب الإلكترونية زي ما حضرتك ذكرتي، اللي هي موضوع أول شيء في عنا الألعاب الإلكترونية الموجودة على الموبايلات، في الألعاب الإلكترونية الموجودة على الحواسيب، في الألعاب على الموجودة على شبكة الإنترنت اللي هلأ الآن هي بتطور تقدمها أكثر فأكثر. صح. طيب هلا الالعاب الالكترونيه عم نشوف احنا قديش في دراسات عم بتقول لك قديش في اضرار. خلينا نحكي عن اهم الاضرار اللي بتاثر على الاطفال سلوكيا او بالتعامل مع الناس اللي حواليهم ايضا. هلا شوفي، حلو كثير رح نحكي عن اضرار، بس انا بفضل دائما في البدايه احكي عن الايجابيات. ايجابيات؟ في له ايجابيات؟ في ايجابيات للالعاب الالكترونيه. أوكي. الحلو في شوف، الحياه كلها دائما فيها بقول لك سلاح ذو حدين. صح. فيها ايجابيات وفيها سلبيات، وفعليا يعني، ولكن طريقه مرات استخدامنا للشيء هي اللي بتعكس الشيء السلبي بطريقه كثير كبيره. يعني الالعاب الالكترونيه موجوده، وبصراحه عادي في ناس بيلعبوا العاب الكترونيه في الدول المتقدمه وغيرها من الدول، حتى في الدول العربيه، وبيستفيدوا منها. ولكن مرات طريقه استخدامنا الخاطئ للشيء مرات تعكس الصوره الاكبر السلبيه بشكل كثير كبير. فانا بدي احكي عن الايجابيات من منطلق اني اخر شيء رح اذكر السلبيات حتى تبقى عالقة في أذهان الناس. تمام. هلأ بالنسبة لإيجابيات الألعاب الإلكترونية، أول شيء بعض الألعاب الإلكترونية خصوصا اللي بتحتوي على ألعاب الذاكرة، على الغاز في بعضها، بتنمي مرات اللي هي مهارات عقلية، من ضمنها التفكير السريع، بصير عنده الطفل مرات سرعة في التفكير، بتنمي بعض مهارات العقلية اللي لها دخل أيضا في الذكاء. بالإضافة أنه في عنا من الإيجابيات أنها بتعمل على الطفل، مرات بصير عنده حس التفكير والمبادرة، الطفل مرات حتى يوصل لشيء معين داخل اللعبة بيحصر تفكيره في هاي المنطقة حتى يوصل لحل معين لهاي اللعبة. بالإضافة لإشباع الخيال مرات الموجود عند الأطفال، مرات الأطفال بيكون في عندهم حس خيالي كتير عالي، فهاي الألعاب الإلكترونية بتقوم بإشباع الخيال اللي موجود عند الأطفال. آخر شيء ممكن نحكي من الإيجابيات إنه الطفل بيصير عنده قدرة أعلى على استخدام التقنيات الحديثة ومواكبة العصر، فينا نحكي، ومرات ممكن إنه يستخدمها لمصلحته. يعني أنا الإيجابيات مش كتير أقنعتيني فيها، ولكن تمام، لأنه الصراحة بحس إنه السلبيات يمكن كتير أقوى وكتير أكبر، فخلينا ندخل بموضوع السلبيات. بالضبط. هلا موضوع السلبيات لازم نحكي عنه، لأنه مرات لما فعليا نحكي أو نذكر الإيجابيات مجرد ذكرها قد يشجع الناس مرات انه يزيدوا من استخدام هاي الالعاب الالكترونيه، ولكن ضررها أكبر. وللاسف يعني حتى بالتقرير اللي اعدته زميلتنا ماجده كنا عم نشوف قديش الشباب وجههم مبين عليه الشحوب، وقد مبينين تعبانين، والمشكله انه المدمن دائما عندنا مشكله انه ما بيعترف بالادمان، ويمكن هاي نص المصيبه انه الواحد ما بيعرف المشكله اللي هو عم بيعاني منها. بالضبط. هلا موضوع الوعي، برضه الوعي عن الذات، قديش هو عارف انه فعليا مدمن او غير مدمن، برضه من اهم المواضيع اللي ممكن ينحكى فيها. موضوع السلبيات، سلبيات الالعاب الالكترونيه من اكثر الشغلات اللي بتاثر على اطفالنا
بتأثر على المراهقين وحتى الشباب. تمام. في البداية ممكن نحكي عن المشاكل السلبية الصحية زي ما ذكرتي موضوع العيون. الطفل أو حتى المراهق لما يكون جالس فترة كتير طويلة على الألعاب الفيديو أو ألعاب الإلكترونية أو ما إلى ذلك، طبعا إحنا بنعرف أثناء فترة مشاهدته أو لعبه لهذه اللعبة بيكون العين صعب إنها ترمش أو خفيف رمشها في هاي بالضبط، فبالتالي جفاف في حدقة العين، وبالتالي مرات حساسية أو تعرض أكثر للحساسية، وأحيانا من كثرة الإشعاعات الصداع النصفي اللي صار موجود بشكل كثير كبير عند الأطفال. كثير في ناس مثلا بيحكوا لك أنا بنت صغيرة لسه مثلا لحقت تعاني من الصداع، لحقت مثلا مش قادرة تروح الصبح على المدرسة وهي المواضيع، بالإضافة من الآثار الصحية السلبية اللي هي التهابات المفاصل صارت تظهر عند الأطفال، عند الأصابع خاصة يعني هدول الايدين، حتى بعرف الناس اللي بيستعملوا كثير، والرقبه بالضبط الاصابع والرقبه خاصه اللي هي بتكون على الموبايل، بالاضافه ل اللي هي المشاكل الصحيه احيانا قله المرونه والحركه، وممكن برضه من اكثرها واثبتتها الدراسات السمنه عند الاطفال نتيجه الركود والجلوس، مش زي ايام زمان في حركه في احنا نشاط بالحاره، احنا كلنا ما فيش حدا فينا ما كان يلعب قدم بالحاره، يلعب مع اصحابه، يلعب هيك. بطلع على الجيل هذا ما عنده هاي المتعة، وأنا بحزن عليه بشكل كبير، يعني لأنه فرحته بلعبة كرة القدم هي يلعبها على البلاي ستيشن، فرحته بمفاجآته ولا هيك إشي هي عبر هاي الألعاب. إحنا بالنسبة لنا لا، كنا نلعب بالحارة وكنا نتسلى وكنا يعني بلاقي كان ممتع أكتر. يمكن فعلا هو شيء محزن، ليش؟ لأنه أنت زي ما حكيتي صارت يعني نشوة السعادة عندهم هي اللعب الإلكتروني، وهذا من الآثار السلبية اللي بتتركها الألعاب الإلكترونية اللي هي الأنانية مرات وحب الذات، تظهر تكثر عند الطفل أو بتزيد عند الطفل فينا نحكي. ليش؟ لأنه الطفل عادة اللي بيلعب كثير على الألعاب الإلكترونية عادة بيعيش في عزلة، صح، وبهذا الشيء بيأثر على تواصل ومهارات التواصل مع الناس التانيين، بالإضافة إنه بيأثر على موضوع العنف والعدوانية. هاي نقطة كتير مهمة، صح. كتير بيسألوني ليش ابني عنيد، ليش ابني عنيف، ليش ابني بضرب، ليش ابني بيصيح هيك، بتلاقيه مثلا بنفتر بسرعة أو بنرفز بسرعة. هلأ من الآثار السلبية اللي كتير كبيرة فعليا اللي بتتركها الألعاب الإلكترونية على الأطفال هي العنف والعدوانية. ليش؟ لأنه اللعبة بحد ذاتها على الأغلب تفرض المتعة أو متعتها تفرض أنه يكون الطفل عم بقتل حدا، صح، تمام. فهون أنا أثرت عند الطفل اللي هو العدوان الموجود داخله، فبالتالي يعني تجسيد لهذا الشعور أو كسلوك. مظبوط. ويعني حتى صرنا نشوف كمان لعبة ببجي آخر الألعاب اللي صار عليها قصة كتير كبيرة وتوقفت في الأردن، يعني يمكن شفنا الهجومات الكبيرة اللي صارت والعنف اللي صار، يعني بقولوا لك حتى طريقة القتل وأسلوب القتل كان مشابه جدا للموجود بالجيم أو اللعبة. طيب هلأ بس بختام لقائنا معك سؤال صغير، قديش الطفل لازم يلعب أو هل لازم يكون في نوعية من الرقابة على أنواع الألعاب اللي عم بلعب عليها؟ سؤال كتير حلو، لأنه كتير في ناس عم تحكي لك أنا ما بقدر أسيطر، صح، على الوضع في البيت، ولكن دايما نعتمد على موضوع الحزم ودايما بحكي فيه لازم يكون حازمين مع أطفال وليس قاسيين، في فرق في المصطلحين. الحزم لابد منه بتعويد الطفل أول شيء على نمط معين، يعني مثلا أول ما الطفل يبلش ينمو عطول من وجهه للألعاب الإلكترونية والموبايلات عشان بس مثلا نخلص من سلوك معين موجود عنده، صح. ولكن هذا الشيء بيأثر سلبا وبزيد من السلوكيات بزيادة، يعني بصير عندنا السلوكيات أسوأ أو أثارها السلبية أسوأ. فإحنا نبلش أول شيء من أنفسنا، إحنا يعني من نمط الحياة اللي إحنا عم نعيشه حتى مع أطفال، حتى ما نعودهم ويصير شيء مؤرق لإلنا. طبعا الألعاب الإلكترونية فقط هي مجرد ممكن ناخدها نص ساعة بالنهار ونص ساعة بالليل، يعني فقط مجرد ساعة بس باليوم مش أكتر من هيك. للأسف عم نشوف ناس
3-4-5 ساعات. وفي نقطة كتير مهمة والرقابة عم بتزيد، كيف لما إحنا نشغل كتير لازم نشغل أطفالنا أو شبابنا والمراهقين بمواضيع أكثر فائدة. يعني إحنا اليوم الشباب اللي كانوا موجودين معنا اللي عم بيعملوا العمل التطوعي صاروا مؤسسة تطوعية ولك في أكثر من 5000 واحد، فيمكن هذا الإشي بيقدر يعبي وقت أولادنا بأشياء تانية. نور الجندي، يعني بدي أشكرك كل الشكر على المعلومات اللي إن شاء الله نكون فدنا متابعينا فيها، ويا رب نبعد بعد تام عن العنف والأشياء السيئة. يا رب، كل الشكر لكم. يسعدك، أهلا وسهلا فيكي.